هصور معاك النهارده يا احمد فيديو شفوي كارديو بروبرتيز و اي سي جي مع بعض. جاهز؟ تمام. هنبتدي الاول بالاكسايتابيلتي. ممكن تقول الفاست ريسبونس ده بيتسجل فين؟ فاست ريسبونس اللي هو في الاتريال فينتريكل. تمام. بنلاقي كام فيز بتسجله؟ بنلاقي اللي هو بنلاقي حوالي 4 فيز. اللي هو فيز، طب فيز 4 اسمه ايه؟ فيز 4 اللي هو البريمتنشال صح، ريستنج ممبرين. ريستنج ممبرين بوتنشال. تمام. ريستنج ممبرين بوتنشال بتاع الاتريال وول يختلف عن الاس اي نود في ايه؟ ان الاس اي نود هناك بيكون انستيبل. تمام. ولكن في اتريال بيبقى ستيبل. صح. يعني كلمه انستيبل، انستيبل يعني بريمتنشال. صح. يعني دايستوليك ديبولاريزيشن. برافو عليك. ممكن تقول لي سبب الانستيبل ريستنج ممبرين بوتنشال في الاس اي نود؟ ان انا قفلت البوتاسيوم شانلز وفتحت الكالسيوم شانلز. نوع الكالسيوم شانلز هنا ايه؟ تي تايب. برافو عليك. وكان في نوع تاني اسمه ال تايب. تمام. وهل في صوديوم شانلز طبيعيه في الاس اي نود زي الفانتيكل؟ في لا مفيش. مفيش حتى كده بقى اسمها فاني صوديوم شانلز. ممكن تقول لي الفرق بين الاثنين؟ هل في بلاتو في الاس اي نود؟ في الاس اي نود لا مفيش. تمام. ليه؟ علشان عشان هو شغال، هو مش عايز يعمل كونتراكشن. والبلاتو دورها الاساسي حاجتين، ايه هما يا احمد؟ ان هي بتطول الاوسيليتيف فاكتور فاليو، وبالتالي بتمنع الاوبتمايزيشن. برافو. ليها حاجه ثانيه ان هي احسن كونتراكشن بيحصل فين؟ في ال لاست وان سيرد اوف بلاتو. برافو عليك. ممكن تفرق لي بين الابسوليوت ريفراكتوري بيريود بتاع الفاست سلو ريسبونس؟ الابسوليوت ريفراكتوري بيريود ان هو بيشمل اول فيز زيرو. برافو. وال1 فيز وال2 فيز والهاف اوف سيرد فيز. تمام. والابسوليوت ريفراكتوري بتاع اس اي نود بيختلف ان هو موست اوف فيز 3 اللي هي تلتين فيز 3 كده ما لهاش. تمام. الريلاتيف ريفراكتوري بيريود في الفاست ريسبونس كانت الباقي. تمام. بس اول 10 ملي فولت كان اسم الفترة دي يعني كلمة افكتف. انا فعلت بمين؟ فعلت بدكتور فوكس ان انا بطول الابسوليت افكتف. برافو عليك. وانا لو جات اكتوبك فوكس بالمناسبة، يعني اكتوبك فوكس يعني كهرباء ظهرت في منطقة معينة من القلب تختلف عن الكهرباء الطبيعية، ساعات اقوى من الاس اي نود. يعني كلمة اقوى؟ اقوى في ال يعني لكن تأثير الاس اي نود سميناها اوفر درايف سبريشن. تمام. برافو عليك. اكتوبك فوكس دي هدخلك على اي سي جي، وكل الطلبه اللي اتفرجوا على الفيديو ده لازم يتعودوا ان الموضوع مفتح على بعض. الاكتوبك فوكس ممكن تقول لي انواعها في الاتريوم كاسماء؟ تمام. عندنا الباروكسيسمال. تمام. وعندنا الاتريوم فلاتر. تمام. وعندنا الاتريوم فايبريليشن. تمام. وفي واحده رابعه بريماتيور. برافو. الفرق بين الفلاتر والفايبريشن هقول لك عناوين وتقول لي الفرق. ريزم ديت اللي هو في ريجولاتري دي فين؟ ديت في الفلاتر. برافو. والفايبريليشن ريجولاتري. تمام. وبالنسبه للبي ويف تختفي فين؟ تختفي اللي في الفايبريليشن تختفي بيظهر بتاع الاف ويف. برافو. والاف ده هو حرف الفايبريليشن. والفلاتر فلاتر بيبقى 2 لواحد 3 لواحد. 2 لواحد او 3 لواحد تبان في اريزميا ثانيه اسمها ايه؟ 7 ديجري ايجي بلوك. ايجي بلوك انواعها ايه؟ في فيز ديجري و 7 و 0. قول لي مين نوع فيهم مفيش فيه ار انترفل؟ اللي هو السيرفر. ليه؟ علشان عشان القرار ما توصلش اصلا. تمام. كومبليت هارد بلوك. في الحاله دي ضربات القلب في البيشنت تبقى كام؟ يعني 25 30 لانه بيعتمد عليه عشان بيعتمد على دلوقتي على اللي هو الهيس باندل والباندل بالظبط. بيركنشي فايبر. انت قلت اعتمد على البيركنشي، لو قلت الاجابه دي تبقى هايل يعني. انت ما شاء الله عليك. في ظاهره اسمها ايه؟ فنت بيعتمد على نفسه. ده مصطلح علمي. فنت بيعتمد على نفسه ايديو ايديو فنتريكولار ريس. ايديو فنتريكولار ريس. طيب وبمناسبه السيرد ديجري بلوك، الكتاب قايل ان البني ادم ده هيفقد وعي لان البريد هيوصل له ضربات قلب اقل. كان في سندروم في الكتاب فاكره؟ وولفر لا ادمز سندروم. ادمز ستوك سندروم. بمناسبه الولف باركنسون وايت، ايه هو الولف باركنسون وايت؟ ده بيبقى فيه باند زياده اللي هي باند الفنتر بتسرع. تمام. بتسرع النقل اكتر. نرجع تاني للاتريال فلاتر والاتريال فايبريليشن.
مين فيهم الكهرباء بتمشي كباك اوف ورم؟ الفايبريليشن. تمام، زيه زي الفنتريكولار فايبريليشن كده، كلام جميل. لو جينا للعلاج اتريال فلاتر او فايبريليشن، هل مش سهله كارديو فيرجن؟ اللي تفرقها ممكن الفيرجن سيميليشن. صح، ليه؟ الفيرجن سيميليشن لان اساسا 70% من الدم بيقع من الاتريال، الفنتريكولار عن طريق الريزيفيلي. صح، 80% فمش محتاج. صح، وبزود الفيجر تول دي كذا طريقه، فكروا في الكتاب، عايز طريقه وطريقتين. بزود الفيجر تول، ممكن احنا نطور الدي ار اللي هو كاروتيد مساج. كاروتيد مساج والفرسالفا مانوفر. برافو عليك. والاوكيو كارديا كريفلكس، برافو. اللي ممكن تتسال فيها، نرجع للدكتور فوكس في الفنتريكولار، ممكن تقول لي اسمائهم؟ فايبريليشن. تمام. وباروكسيسما. تمام. بريماتور. بريماتور فنتريكولار كونتراكشن او اكسس تول، قول لي بسرعه ايه اللي يميزها؟ البريماتور ان ما فيهاش ديوريف. تمام، ليه؟ عشان القرار ما توصلش لفوق. برافو عليك. شكل كيو ار اس اتغير في حاجتين يعني. ما بيظهرش. صح، بيظهر، اتغير في حاجتين. هاي فولتج. ليه؟ هاي فولتج عشان القرار بدات في مكان قبل مكان تاني، فمفيش الكتريك بالانس. تمام، يعني في الفنتربل تو شامبرز، شامبرز واصله للفرنج فايبر والتانيه ست سير جامبرز. بالظبط، برافو عليك. طب والمده الديوريشن بتاع كيو ار اس في الحاله دي تطول ولا لا؟ لا بتطول. ليه؟ عشان هنا التوصيل مش بالظبط، سيل تو سيل مفيش توصيل. بالمناسبه هو البركيتش سريعه في النقل ليه؟ عشان تو اكتيفيت الفنتريكل كواحده واحده. سؤالي ليك وسؤال مهم، هو البركيتش تتميز في الهيستولوجي ريتش حاجه في الجاب جاب جانكشنز. برافو عليك، وتوصل بسرعه. كل الكلام ده احنا لسه في الاريزما كده، انت معايا. طيب سمعت عن مايوكارديال انفاركشن سببه ايه؟ حصل اوبستراكشن في الكورونري ارتري. تمام، الاي سي جي بيبان ثلاث حاجات، ايه هما؟ الديب كلو. برافو. التي ويب بتبقى مقلوبه. تمام. الكلو ار اس والاس تي ريسكيو تو ايديتيف. تمام، نمسك واحده واحده. هو الديب كلو بتبقى ديب ليه؟ ديب كلو لان لما يكون في وول في انفكشن انا بسجل كهربه السيبتوم والوول او الشمبر الثاني، فبتبقى الكيو بتبقى ديب شويه. هي الكرنت فيجن. تمام، طيب بالمناسبه هو الديب كيو دي ايرلي ساين ولا اولد ساين؟ اولد ساين عشان تبقى زي الفيمبر برنت بالظبط. تمام، تبقى علامه طول العمر. تمام، طيب الايفكت اوف ايرس الهايبر كالينيا يعمل ايه في الاي سي جي؟ الهايبر كالينيا لا ده ده بيعلي تي ويف. صح، تول بيج دي تي ويف. طب لو الصوديوم قل يا احمد هايبوناترينيا يعمل ايه في الفولتج اوف كيو ار اس؟ الهايبوناترينيا بيقلل. صح، بيقلله لان الصوديوم مسؤول عن ديبولاريزيشن. برافو عليك، كده كلام جميل جدا. نيجي للنورمال اي سي جي، ممكن تقول لي مين من الحاجات ما بتتسجلش الاي سي جي؟ عندنا السبريتش اللي هو الاتريال ريبولاريزيشن. صح، ليه ما بيتسجلش؟ عشان الفنتريكولار ريبولاريزيشن بيغطي عليه، بيعمل له مصر. وفي حاجه ثانيه ما بتتسجلش، الاي نود والايفي نود. بمناسبه النود، اي نود ما بتتسجلش، ايفي نود ما بيتسجلش في الاي سي جي ولا بيتسجل؟ ايفي نود ديبولاريزيشن هو ما بيظهرش. بيتسجل بي ار سيجمنت، فاكر اللي هو بي ار سيجمنت، بعد البي في سيجمنت قبل الكيو. تمام تمام، بمناسبه السيجمنتس بقى، هو كلمه سيجمنت مش ايزو الكتريك، يعني ايه ايزو الكتريك؟ يعني في الريستم ريبريمتيشن، يعني مفيش ديفرنس ما بين في الجلفانومتر اقدر ان انا اسجلها. برافو. الاكسس ديفيشن يعني يعني رايت اكسس ديفيشن؟ يعني القلب يكون في رايت سايد. صح، من اي ناحيه الرايت؟ زاويه كام؟ من 110 لا من سالب من فوق ال 110 فوق البلس 100 او 110. برافو. هو النورمال كام في الاكسس او الانجل بتاعت الهارت؟ من 30 من سالب 30 ل 110. برافو عليك. ايه اسباب الرايت اكسس ديفيشن فيسيولوجيكال؟ سبب واحد فيسيولوجيكال رايت اكسس ديفيشن طول وسن. تمام، ممكن واحد يكون طويل ورفيع فالقلب يروح جاي رايح. صح، قول لي اسباب باثولوجيكال تعمل رايت اكسس ديفيشن. في اوتوبر فوكس بس ان هو ظهر في ناحيه اللف. تمام، او هايبر او بند البرانش بلوك ناحيه رايت ولا ليفت؟ لو هي رايت يبقى رايت. برافو عليك، لان الليفت هيبتدي الاول. هي مع بند البرانش وعكس الاوتوبر. تمام، هسالك سؤال، سمعت عن الاوجمنتد يونيبولر ليد، اوجمنتد معناها ايه؟
اوجمنتد اللي هي الاي ار والاي في ال، يعني بيسبب كهرباء، بيسبب كهرباء زياده وبتبقى الصوره بتبقى اكبر، كان معمول عليها 50% زياده عن العادي. البي ار انترفال النورمال ديوريشن كام يا احمد؟ من 12% ل 21%. تمام. طيب والبي ويف الديوريشن بتاعتها كام؟ يعني تقريبا هي بتبقى من 40 على 30 صح 8%. بمناسبه العمل ممكن تتسال في ده، ممكن تقول الهارت ريت تتحسب ازاي؟ في الاي سي جي الهارت ريت بنحسب من الار ار تمام 600 على المربعات الكبيره تمام او 1500 على المربعات الصغيره تمام او 600 او 60 على مده الكارديك سايكل الواحده تمام. بالمناسبه بقى هو الفولتج من المربع الواحد بالطول نضرب في كام؟ نضرب المربع الواحد بالطول الكبير اه 5 لا قصدي بوينت 1 او 1/10. طيب ولو الديوريشن المربع الصغير بالعرض كام؟ 4 مللي. هرجعك تاني للجزء المهم بتاع الكارديك بروبرتيز. انا حبيت اعمل كده للطلبه عشان يا احمد يشوفوا الشيف، معلش انا ضاغط عليه بس اعذرني. الاس ان او ايه تاثير السيمباثيك عليه؟ بيعلي الريت بتاعه، بيزود السلوك ازاي؟ ان هو بيقفل البوتاسيوم شانل تمام، وان هو بيعلي الكالسيوم شانل اللي هو الانفلاسيوم تمام. هسالك دلوقتي ايه في نور كام جزء؟ ثلاثة. ايه هما؟ عندنا الاي ان والان والان اتش. الاي ان ميزتها ايه؟ ان هو اطول، لو هو اطول واحد فيهم تمام. وما دام اطول يحصل ايه؟ يبقى يحصل سلو في البرودكشن تمام، بيحصل ماكسيمال ديلي. لكن الان ضيق، الان اللي يكون ضيق فبيبقى سلوست كوندكشن تمام. هسالك سؤال مهم قوي، فاكتورز افكتنج كونتراكتيليتي مين هم؟ عندنا انترنسك واكسترنسك. انترنسك عايز اربع عناوين، بري لود وافتر لود تمام، الانترنسك والهارت ريت والانترنسك والاين وتروبيك ستيت تمام. بمناسبه البري لود، يعني ايه بري لود؟ بري لود يعني الهارت بيملى دم ولسه ما حصلش كونتراكشن. يعني البري لود هي نفس التسميه لو سالتك هيتيرومتريك ريجوليشن، هي لو سالتك ستارلينج لو. بالمناسبه هو ستارلينج لو ده ابلايد على نورمال هارت ولا هارت فيلم؟ لا نورمال، لا هارت فيلم لانه قال ويزن ليميت. كل ما زدت كل ما اللينس يزيد كل ما بيمنع عن طرف الكونتراكشن هيزيد، بس بعد كده هيقل، بعد كده انت هارت فيلير او ديليفيتد او ترانسبلاند هارت تمام. افتر لود يعني ايه؟ يعني الريزستنس اللي جوه القلب. هل دي نورمالي تبقى موجوده؟ ان الاورطه فيها ريزستنس عليها؟ نورمالي يعني؟ لا، لكن لو دي موجوده سببها ايه يا احمد؟ ان مثلا ممكن يكون الاورطه حصل له باظت من السرطان. برافو، اورطه ستينوزس، الكلمه دي عايزين نسمعها. طيب سمعت عن الفي ماكس؟ تمام، الفي ماكس اللي هي السرعه، اقصى سرعه. ايوه. اللي ممكن ان هو ممكن الاورطه يعبرها الدم من الاقصى سرعه يضخ بيها الدم، بكل ما يكون الافضل نقطه اللي وصلته كام؟ زيرو. عشان كده الفي ماكس، هسالك سؤالين، سؤال باختيارين وجاوب بسرعه. في ماكس يعتمد على بري لود ولا افتر لود؟ افتر لود. برافو، ما بيعتمدش على اتبنيت قد ايه، يعتمد على المواجهه، الاورطه ضيقه ولا لا؟ سؤال، ممكن تقول لي على اسامي هرمونز تزود الكونتراكتيليتي؟ هرمونز ديجيتاليس؟ لا، لا الديجيتاليس على فكره بس الديجيتاليس مش هرمون، يعني قصدي ادرينالين، هرمون ادرينالين، وحاجه اسمها جلوكاجون. تمام. عارف الجلوكاجون بيشتغل ازاي؟ الجلوكاجون ان هو بيشتغل ان هو بيعالج سيرفر الاي ام دي. برافو عليك، انا بحترم ذكائك لان دي اتقالت في الكتاب بس من غير تفسير، بس انت ركزت على السكند مسج. برافو، ممكن تقول لي الديجيتاليس بيشتغل ازاي؟ ان هو الصوديوم كالسيوم بامب. هو الاول انهبت صوديوم كالسيوم بامب، فايه اللي يحصل؟ ما دام وقف البامب ان الكونتراكشن انتشر، الصوديوم هيخرج؟ لا، يفضل زايد جوه الهارت. وما دام زايد جوه يبقى مش هيدخل صوديوم ويخرج كالسيوم، يبقى انا بوظت كمان الاكس تشينجر. برافو. ممكن اسالك سؤال، سمعت عن كالسيوم درايفر؟ كالسيوم رامر اللي هو الكالسيوم كميته بتكون قليله. لو انا حققت لو انا حققت الكالسيوم بنسبه عاليه في الدم هيدخل جوه الهارد جامد
ويخلي الكونتراكشنز زياده لدرجه ان عضله القلب توقف. تمام. عشان كده ممكن تسال سؤال اورال، ليه بندي حقنه الكالسيوم فيري سلولي؟ اه. وبالمناسبه ايه اهميه الكالسيوم في الكارديك ماسل؟ بنجيبه من بره، ليه؟ ليه بندخله الاكسترا سيلولار فلويد الغلط؟ عشان هو المسؤول عن الاكشن. وفي نقطة مهمة، لأن مخزنه في سيربوبلازم جريتيكولم قليل. المصطلح ده اتقال في الكتاب اسمه ايه؟ كالسيوم من بره. كالسيوم انديوز كالسيوم تشانل. كالسيوم انديوز كالسيوم ريليز، صح؟ وسميناها تريجر كالسيوم. آخر سؤال عايز أسأله لك، سمعت عن حاجة اسمها الليفيديبين؟ أدوات؟ أه أدوات. أه إيه هو؟ اللي هو بيعمل البلوكر. ايوه. الكالسيوم للكالسيوم تشانلز على السيربوبلازم. سؤال تجميع للدفعه كلها وهي سامعانا يا احمد، قول لي السمباثيك بيزود الكونتراكتيليتي بكذا طريقه، ايه هم؟ بيزود عن هو تاثير عن الاس ان او. برافو، دي واحده. تمام. وطبعا دي اندايركت الكونتراكتيليتي اكسيد. ماشي، بس في اهم، يعمل ايه في الكالسيوم تشانلز؟ بيفتح اي نوع من كالسيوم تشانلز؟ ال ولا تي؟ لا ال. صح. بيعمل ايه في السايكليك ام بي؟ بيعليه. بيعليه. الرابعه بقى ان هو بيشغل بيمسك في انهي ريسبتور؟ هنقوله بزهارات. بيتا 2 بيتا 1 بيتا 1. السؤال الاخير بقى، هو السيمباثيك بيزود قوه الكونتراكشن ويقلل التايم اوف فين؟ انت عارف يا احمد ان الكارديك سايكل مدتها ثابته. لو انا قللت مده الدايستول، السمباثيك عشان يصلح نفسه يعمل ايه؟ وقلل المده، يبقى مضطر يعوض، يعمل ايه؟ انه بيعمل جزء من الستريكشن. لا مش قصدي دي. انه يسرع الريت اوف ريلاكسيشن. تمام. عارف اسرع المده او اسرع الملف بالظبط، املى في وقت اقل. شكرا يا احمد.